منا باش تكون يعني الجولات الاخيره يعني تتمر في ظروف حسنه، ونطلبوا المسؤولين من اللاعبين ككل يعني يدعموا الحكم في المقابل ويخليه ويعطيه يعني كامل الحريه باش يكون يعني الاز في التحكيم نتاعو، ما يكونش يعني يدير المقابله تحت ضغط وتعود فيها الاخطاء ويعود فيها المشاكل. الفار يا ريت احنا يا ريت تكون عندنا الفار هنا في الجزائر، يعني نتمناو من صميم القلب تكون عندنا لا فيديو لا تكنيك دو لافار. هذا علاش؟ هذا ينحي بزاف، يعني يحل المشاكل بزاف تاع التحكيم، وخاصه في الاخطاء يعني داخل منطقه العمليه.